ولكن السؤال اللي ما جاء في بالي أو في بالك، كيف ممكن الإنسان الكفيف يمحو الأمية من عنده؟ كيف يقرأ ويكتب ويتعلم؟ حنا اليوم في جمعية إبصار عندهم أحد أهم المبادرات اللي قدموها المكفين، وهي تعليم طريقة برايل. جمعية إبصار الخيرية لتأهيل وخدمة ذوي الإعاقة البصرية تأسست عام 2002 ميلادي، وتقدم خدماتها لمستفيديها في منطقة مكة المكرمة، مركزها مدينة جدة. تقدم خدماتها برؤية أن تكون هي الجمعية الرائدة والمتميزة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. إيش نوع الخدمات اللي تقدمونها؟ هي عموما هي خدمات مستدامة ذات فعالية وجودة، فريق عمل متخصص مبدع، استخدام أساليب إدارية وتقنية، شراكات مجتمعية. أنت حتى تقدم خدمة متكاملة لازم تؤسس فريق متخصص في هذا المجال، وأساليب تواكب تطلعات وأحلام وطموحات الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. عدد المستفيدين من الجمعية كبير؟ نعم، هي تغطي منطقة مكة تقريبا. الآن المستفيدين بلغ عددهم 4400 تقريبا، ما شاء الله تبارك، بمختلف أعمارهم، بدءا من عمر السنتين، ويأخذون يبدأون من العيادة. هي خدمة متفردة ومتميزة في جمعية إبصار، هي عيادة ضعف البصر، وهي المدخل لجمعية إبصار من خلال عيادة طبية. نعم، فأنتم تقدمون خدمات طبية وخدمات اجتماعية. نقدم من خلالها المعينات البصرية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، ونقدم من خلال تشخيص الطبيب خطة تدريبية فردية لكل مستفيد بحسب فئته العمرية، بحسب تشخيصه. قد يكون الطفل محتاج إلى تدريب تدخل مبكر، قد يكون بالغ يحتاج تدريب للتوظيف، قد يكون أمي ومحتاج محو أمية، قد يكون متأخر دراسيا، فإحنا نقدم له خدمات المتابعة الدراسية، قد يكون محتاج إلى تدريب الحاسب الآلي أو التوجه وحركة، الأمور الحياتية، كل ما يساعد المكفوفين لتمكينهم وجعلهم أشخاص فاعلين في مجتمعاتهم.